وهو في 60 أغرم بها، هي التي كانت في 25. ذهبت بعقله، ثم جعلته يهبها كل وقته. بالنسبة إليها لم يكن فارس الأحلام، كان ما يهمها أن تظفر منه بشيء تؤمن به مستقبلها بعد أن ينقضي الجمال ويتقدم بها العمر. هي تعلم أن طريق الدعارة لا يفضي إلا إلى الضياع، سعت إلى تحقيق ما تصورتها ضربة العمر. في حي برج مولاي عمر بمكناس ولدت البنت لطيفة العيساتي من والد ذاق شتى أصناف الانحراف ومن أم لم تكن أكثر نقاء من زوجها. لما وعت ما حولها وجدت أمها تتعاطى الوساطة في البغاء، بينما كان والدها لا يهمه سوى ما يدره نشاطها ذاك من مال. كانت لطيفة الأكثر جمالا بين أخواتها، ولذلك كانت والدتها تبدي حرصا أكبر عليها من حرصها على باقي بناتها، كانت بالنسبة إليها مشروعا للسنين القادمة. وكذلك اندفعت لطيفة بالتدريج إلى الدعارة، اتخذت لها لقبا كيلوباترا، وكانت تتردد على أفخم الفنادق تتصيد من الزبائن أكثرهم غنى، واستطاعت بذلك أن تضمن لنفسها نمطا للعيش لم يكن ليتوفر لها لو بقيت في برج مولاي عمر. كانت كيلوباترا مكناس حين تخلو إلى نفسها ترى سنين عمرها الأجمل تمضي مسرعة، وكانت تعلم جيدا أنها بعد أن يذهب جمالها وينقضي شبابها لن يلتفت إليها أحد، ولن يكون بمقدورها أن تضمن لنفسها نظام الحياة الذي تعيش على إيقاعه اليوم. ولذلك فكرت كيلوباترا في خطة تمكنها من الارتباط بشخص ثري تحصل منه على ما يؤمن مستقبلها. في أحد الفنادق الفاخرة بمكناس كان يلتقي كل مساء جمع من المقاولين وكبار التجار ورجال الأعمال، كانوا متعودين على الجلوس حول مائدة في ركن معلوم من بهو الفندق، لم يكونوا يغيرون مكانهم إلا نادرا. وكان بين تلك المجموعة رجل ستيني كما يبدو من مظهره، وقد لاحظت كيلوباترا أنه يبدي اهتماما بالحسنوات وإن كان يحرص على إخفاء اهتمامه ذاك، وقد رمقته أكثر من مرة وهو يتابع تلك الفتيات المتمخترات والمختالات في مشيتهن. يوم قررت كيلوباترا تنفيذ خطتها لبست أجمل ما لديها من ثياب واتخذت لها تسريحة شعر متميزة، ثم انتظرت حتى أيقنت أن ذلك الجمع من أغنياء المدينة قد التأم، ودخلت الفندق تختال. انتدبت لها مكانا في زاوية مقابلة للجمع، وكان صاحبنا الستيني قد لاحظ دخولها وفتن بها وهي تمشي إلى مقعدها، وقد ظل يرقبها وهي تتجاهله وتتظاهر بتصفح مجلة أخرجتها من حقيبتها اليدوية. وفي لحظة ما التقت نظراتهما، ابتسم الستيني ابتسامة لم تخلو من حماس، ردت هي بابتسامة حرصت على أن تبدو خجولة، وما كان لها من قصد إلا أن تلهب مشاعر الستيني. جاء النادل إلى مائدة كيلوباترا، كانت زبونة معروفة لديه، سألته عمن يكون الرجل الستيني، نظر إلى الجالسين في الركن المقابل بحذر ثم قال: ألا تعرفينه؟ إنه الحاج المختار تومالي، صاحب معامل خياطة الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير. لم تعقب الحسناء، صمتت، طلبت قهوة بحليب، ثم مضى النادل. نظرت جهة الحاج المختار فرأته يركز نظره عليها، ابتسم مرة أخرى، ردت هي بابتسامة. لما جاء النادل أعطته ورقة كتبت فيها رقم هاتفها وطلبت منه أن يمدها دون إثارة انتباه إلى الحاج المختار. تناولت قهوتها ثم نهضت وغادرت بهو الفندق. قبل أن تخرج التفتت مرة أخرى إلى جهة الحاج المختار تومالي، وجدته ينظر إليها مشدوها، تعمدت أن تختال في مشيتها، لوحت له بكفها ثم اختفت. كان الحاج المختار يود لو يلحق بها، ولكنه لم يكن يريد أن يثير انتباه جلسائه. تحين النادل اللحظة التي كان سيدفع فيها الحاج المختار ثمن ما تناوله مع أصحابه، ودس في يده تلك الورقة الصغيرة التي تركتها له كيلوباترا.
بعد مغادرتها الفندق توجهت إلى منزلها، كانت تعلم أن الستيني لن يلبث أن يتصل بها، وكذلك كان. أوهمته بأنها بنت أسرة محترمة، وكان ذلك أساس تعامله معها. التقته في اليوم التالي وقالت له إنها لا تستطيع البقاء أبعد من 7 مساء في الخارج، لأن والدها سيعنفها إن هي فعلت. تطور الحديث إلى أن أحست به وقد وقع في مصيدتها. كان يريدها، قالت له إنها لن تقبل به إلا زوجا، وإنها مع ذلك تقبل بأن يتزوجها عرفيا. بعد أسبوع قرر الحاج أن يجعلها تستقر معه لفترة في ضيعة له تقع على الطريق إلى الرباط. في تلك الضيعة التي تحمل اسم الهضبة السعيدة، كان الحاج المختار يستقبل ضيوفه من رجال الأعمال الأجانب. وفي تلك الضيعة صار يمضي معها ما بعد الظهر إلى مغرب كل يوم، ثم يعود إلى بيته يدخله بعد أن يصلي العشاء في المسجد القريب، كان يصر على ذلك. ذهبت كليوباترا بعقله، وصار يرى أن ما مضى من عمره كان حرمانا في حرمان. كانت المرأة الجميلة تعي ذلك، فاستدرجته إلى أن يهبها شيئا ما من متاعه، فقد تجد نفسها بين عشية وضحاها وقد أضاعت كل شيء. طالبته بأن يهبها الضيعة، فكر ثم قرر أن يهبها لها. وقد استشار صديقا له في الأمر بعدما باح له بسر علاقته مع كليوباترا. رأى الصديق وكان يعمل عدلا أن الحاج المختار ماض في اتجاه غير سليم، نصحه أن يجعلها لها هبة. قال له إن الهبة لا تصبح نافذة إلا بعد انقضاء سنة أو في حال الوفاة، وذات يوم جاءها بالوثيقة. تفطن الابن الأكبر للحاج المختار، وكان ساعده الأيمن في إدارة الأعمال، إلى أن شيئا ما يحدث. لقد صار الحاج يتغيب عن البيت مرات كثيرة ولأيام وأسابيع بذريعة السفر من أجل إنجاز الصفقات. ولما رأى أن الحاج ماض في ذلك الاتجاه، استعان بخدمات مفتش للشرطة متقاعد، وكلفه باستجلاء الأمر. وقد تمكن المفتش من اكتشاف أمرين: أولهما أن الحاج وقع في علاقة غرامية مع كليوباترا مكناس، والأمر الثاني أن تلك المرأة تستقبل كل مساء في الضيعة من كان عشيقا لها منذ أيام برج مولاي عمر. وقد راعى الابن ما اكتشفه المفتش، الذي أبلغه بعد أيام بأن الحاج وهب كليوباترا ضيعة الهضبة السعيدة. قرر ولد الحاج المختار التحرك، وصار يلازم والده في محاولة لمنعه من الذهاب إلى كليوباترا. أحس الحاج بأن ولده يراقبه، وعبر له صراحة عن انزعاجه من ذلك، ولكن الولد رد بأنه يخاف عليه من تلك التي هو مرتبط بها. صدم الحاج المختار، ولكن ولده استرسل قائلا له أن يغير مواعيد ذهابه إليها حتى يكتشف بنفسه أنها تخونه مع عشيقها القديم. لم يصدق الحاج المختار ما قاله ولده، ولكنه غير رأيه لما توجه إلى الضيعة في اليوم التالي. تصرف بشكل طبيعي ثم غادر الضيعة، غادرها ليعود إليها بعد ساعتين، حيث وجده معها. عاد الحاج إلى منزله، وقد علمت كليوباترا أن أمرها قد افتضح. ساءت الحالة الصحية للحاج المختار، ونقل إلى المستشفى حيث بقي عدة أيام. مضت كليوباترا تستشير محاميا في قضية ثبوت الزوجية والميراث، ثم سألته عن الهبة. قال لها إنها تصبح نافذة بعد عام أو إثر وفاة الشخص الذي وهب. لما التقت عشيقها القديم واسمه عزيز الفنان، تباحثت معه الأمر، واستقر الرأي على أن يتولى هو قتل الحاج المختار حتى تستفيد هي من الهبة. بعد يومين، بعيد 10 ليلا من 18 من شتنبر من العام 2005، تسلل إلى المصحة حيث كان يرقد الحاج المختار رجل يرتدي وزرة بيضاء ويحمل حقيبة سوداء. ادعى للبواب أنه الطبيب الذي تمت المنادات عليه لمراقبة الحالة الصحية للحاج. تسلل إلى غرفته وأخذ وسادة خنقه بها. حاول الرجل الدفاع عن نفسه، ولكن بلا جدوى. في الصباح لما جاءت الممرضة تتفقده، وجدته ميتا. أسرع الطبيب إلى غرفة الحاج المختار،
وشك في أن تكون الوفاة طبيعية فأخبر الشرطة. مكنت المعاينة التي قام بها الطبيب الشرعي من ترجيح فرضية أن الرجل قتل خنقا، كما مكنت من اكتشاف شعيرات في أظافر يده كانت سوداء لم تكن له هو الذي ابيض رأسه شيبا. تم إرسال الشعيرات إلى المختبر وبدأ استجواب الممرضين والأعوان. وقد صرح الحارس الذي كان في المداومة في الليلة السابقة بأن طبيبا جاء بعيد العاشرة ليلا ودخل غرفة الحاج المختار ولم يلبث هناك سوى نحو 10 دقائق ثم غادر. نفت إدارة المصحة أن تكون استدعت طبيبا من الخارج وأكدت أن طاقمها الطبي يغطي كل التخصصات. لاحظ أحد المفتشين من ذوي التجربة الطويلة كان بين المحققين أن كل وافد على المصحة يسلك ممرا يخضع للتصوير المستمر بالكاميرا، وطلب أن يستعرض الشريط الذي صورت الليلة التي قتل فيها الحاج المختار. تم إحضار الحارس الليلي. ضبط التسجيل المصور على الفترة الزمنية التي دخل فيها ذاك الذي ادعى أنه طبيب. كانت واضحة ملامح وجهه وقد تعرف عليه الحارس الليلي بسهولة. طبعت الصورة وعرضت على ولد الحاج المختار في من عرضت عليهم، وقد فاجأه أن الرجل هو نفس خليل كيلوباترا تلك التي فتنت الحاج. أحضر الرجل ولم يكن صعبا الوصول إليه، ولكنه أنكر أن يكون دخل المصحة وظل على إنكاره حتى بعد أن عرض عليه التسجيل المصور. أخذت من رأسه شعيرات تمت مقارنتها مخبريا بتلك التي عثر عليها في أظافر الحاج المختار، كانت متطابقة، وعليه أن يكشف الطريقة التي وصلت بها إلى يد الحاج المختار. أنكرت كيلوباترا كل علاقة لها مع عزيز الفنان، ولما رأى أنها تريد التخلص منه مكن المحققين من تسجيل صوتي التقطه بهاتفه المحمول لما كان يتفق مع كيلوباترا على قتل الحاج المختار للاستفادة من الهبة. بعد نهاية البحث تم تقديم المدعو لطيف العساتي الملقبة بكيلوباترا مكناس والمدعو عزيز الفنان أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من أجل الفساد والقتل العمد والمشاركة فيه.